وقال لك ماشي يا داوود لما تخلف عن السجود لادم الامر اجى للملائكه واذ قلنا للملائكه اسجدوا فلما تخلف ابليس عوتت قال معناها لولا يكون ملك ما عتبه الله قال له هيك انت بتقول قال لي قال له لا ما افهم غير فهم لانه صلح لك فهمك بقى انت من اللي قال لك انه ابليس ما اجى امر من الله بالسجود لادم نعم الله وجه امر لجميع الملائكه اسجدوا لادم قلنا للملائكه وايضا وجه امرا لابليس لانه كان عابدا يعبد السماء الاولى بين الملائكه فامر ايضا يسجد ولما تخلف قال ما منعك ان لا تسجد اذ امرتك ويروح بها الايه ما مرت عليها ما منعك ان لا تسجد اذ امرتك فتوجه امر من الله لابليس بالخصوص جوز ادم ولا هو ما دخل تحت الامر العام يعني سيدي يا امر خصوصي وهذا اقوى فلذلك لما تخلف اخذ ونسال الله العافيه.